مساكم الله بالخير والسرور والسعادة. وصلنا بالسلامة لمحطتنا الأولى والوجهة الأساسية ليومنا هذا. طبعا أنا وين متواجدة؟ قبل الله وين متواجدة؟ شوفوا منو معانا. أخوي طارق نورت، من زمان ما شفناك. أي والله زمان. من متى؟ على فكرة وايدين يسألوا عنك ويسلموا عليك. دائما وين أخونا طارق ويتنشدوا عنك. الله يطول عمرك. فعاد مشاغل الدنيا وعاد الوجه الجديد اليوم أخونا إسحاق اللي راح ناخذ منه علوم طيبة. هلا مرحبا، شرفتين الأخت رحاب، جزاك الله خير، الحمد لله على سلامتكم، الله يحفظكم ويسر أموركم إن شاء الله. تفضلوا معنا. إن شاء الله. عاد الحين بعطيكم العلوم قبل الله أنا أدخل وأرتاح. طبعا خذينا تقريبا من 6 إلى 7 ساعات لما وصلنا لهذا المكان. عاد أخوي طارق أباك تخبرني نحن وين متواجدين الآن بالضبط؟ نحن طال عمرك في قرية الوشل التابعة لمنطقة وادي عندام التابعة لولاية مرة ثانية أخوي طارق. هلا والله. نحن أين؟ نحن طال عمرك في محافظة شمال الشرقية ولاية المضيبي منطقة وادي عندام والقرية اللي هي هذه اللي نحن متواجدين فيها قرية الوشل في هذا المكان الجميل في أحضان الطبيعة والحياة الطبيعية. إنزين نحن بشو موجودين؟ هذه طال عمرك استراحة لأخونا إسحاق. طبعا أنا ما بغطي عليه، هو بيتكلم بنفسه والمكان أيضا يتكلم عن نفسه، شال نفسه بنفسه. يعني إن شاء الله إحنا اليوم إحنا مبيتنا هنا. باختصار اليوم أخونا طارق مضبطنا بهذا المكان الحين اللي راح ناخذ علومه من أخونا إسحاق. خلاص الحين أنا أعطيك بريك، روح ارتاح. وعلى فكرة الحين قابض خط وياي، الحين تلاقينا إن شاء الله. بس ريح لي وناخذ العلوم من أخونا إسحاق اللي بياخذنا جولة في هذا المحمية. للعلم نحن متواجدين في محمية تسمى محمية سلام للحياة الفطرية، أهم شيء فيها غزلان لعشاق الغزلان، وهذه مفتوحة للجميع. في الليل بتراويهم الأرانب. في أرانب، فيها أرانب وغزلان، أرانب برية بعد. يا الله أنا خاف العرب هنا يصيدوها ويسووا منها أبوك. إن شاء الله. فنحن متواجدين في محمية اسمها محمية السلام للحياة الفطرية اللي ما شاء الله راح تشوفوا فيها الغزلان وفتشوفها فيها الأرانب، وكذلك بإمكانكم الإقامة في هذا المكان بأحضان الطبيعة اللي راح ناخذ جولة فيها إن شاء الله. مع السلامة أخوي طارق، ريح نعم. ننتقل إلى أخونا إسحاق. أول شيء يعطيك العافية، طبعا هذا صاحب الحلال يضبطكم. أول شيء هل هذا المكان للأجار بإمكان الناس تستأجره؟ بالفعل بالإيجار اليومي يعني. ما شاء الله. هي شاليه وهي محمية في نفس الوقت. في نفس الوقت ما شاء الله. والمحمية يعني الشاليه مطلة للمحمية، عندك غزلان اللي هو غزال العربي الديماني ديماني والأرانب البرية. أكثر الغزلان عندي أليفة لكن من يد ما شاء الله. ما شاء الله وهم طيبة وتشوفين الحين إن شاء الله. أبوي المفروض ترقيهم، أنت ترقيهم. الناس ما تذكر خير. إنزين قبل الله أنتقل أنا أباك تخبرني عن الغزال الدماني. على فكرة أنا ما عندي معلومات، أباك تفيدني عن هذا الغزال ومعلومات عن هذا الغزال برأس، يعني كونك أنت مربي له أكيد تعرف علوم عنه. الغزال العربي الديماني هذا من النوع اللي هو الحياة الفطرية، ويتواجد في كل مكان في الجبال السلطنة، لكن هذا يعني خليتهم لكي يكون المكان جميل بهذا الجمال وما يقبل مكان اللي بهذا الطبيعة ما شاء الله. يعني اسم على مسمى بقى أسوي يكون ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب. هذا الديماني من النوع الأليف وجدا نظيف، لو تلاحظ براويكم بعد كيف يعني نظافة هذا الديماني، ما يعني الله يكرمكم البعر ما يخليه متنحش داخل المكان، يخلي مكان واحد. هي مكان واحد. وعندك الأرنب البري يطلع بالليل، وهذا الديمان نظيف حتى ما تشم فيه ريحه ما شاء الله. سبحان الله. هي وايش بعد اقول لك وعن سلوك الغزال. سلوك الغزال وفي يسمع يعني صوتك. احنا كنا 5 اشخاص تنادي باسمه يجيك انت، ما يروح شخص ثاني. سبحان الله. يعرف اكثر عنده هو الشم اكثر من الشوف. سبحان الله. الغزال اذا دخلت معي الحين يعني ما بيخليك في حالك. اللي اذا عندك انا لازم يكون انا موجود عندك. اذا عندك انا اموك طيبه، انا ما عندك اموك ما طيبه. يعني هو بيكون في حاله خوف. في حاله خوف وبعدين هيجان، يستغرب من الاشخاص اللي جايين. عند الجامع عادي ماشي مشكله مو طيبه، لكن يدخل داخل لا بينطح. هي يعني حدودي هذا ما تتعداني. ما تتعدى، لكن دائما انا عندك عادي اموك طيبه ما ياذيك. المهم شفتوا نحن متواجدين في محمية. زين الحين شو نمط السكن اللي موجود عندنا مثلا الحين للعائلات للعزاب للشباب؟ شوف هو في غرفة خاصة، غرفة نوم خاصة، وعندك المرفقات اللي هي حوض سباحة، جلسة استرخاء، عندك جلسة ما تشعر 4 اشخاص، 20 شخص
لكن هي افضل شيء يكون حال عائله واحده يعني. هي انت لو تاجرها باليوم كم اجار اليوم هذا؟ اجار باليومي من الاحد للخميس نص الاسبوع يعني؟ عباره في الايام اسبوع 25 بدون مبيت مع المبيت يعني 250 درهم فقط من الصبح لليل بدون مبيت، مع المبيت ب 35 ريال ب 350 درهم يعني ببلاش بالنسبه لنا نحن عباره ببلاش تجي بهذا الاستراحه مع هالغزلان تقعد بهذا الفيو بهذا الاطلاله اللي راح تشوفه راح تستمتع صراحه. اخونا طارق ضبطنا صراحه، تحياتي لك والله. على فكره اخوي طارق دائما يختار لي اشياء قليل في حقهم يختار. لا والله يعني انت عارف جوي، عارف جوي، فيعني هو على فكره انا ما ادري وهو جايبنا هنا يضبطنا على جونا، فعساك على القوه واختيارك موفق. الحين انا باك تاخذني ميدانيا على السريع نكمل من قبل الخميس الى حد السبت 35 بدون مبيت، مع المبيت مع المبيت 40 ريال بالويكند. ايه بدون مبيت 35 من الخميس الى حد السبت. اوكي لو بنص الاسبوع المبيت؟ بنص اسبوع يكون 35 المبيت. اي بدون مبيت ب 25. وصلت المعلومه يعني انت صرت فوق ولا رديت تحت؟ بالنسبه لنا نحن ببلاش ما شاء الله والله عباره سعر غرفه فندقيه. اي بالفعل بتشوف ان شاء الله. فشوفوا هذا الاستراحه الحين باخذكم في مرافقها على السريع للعين، تراني توني واصله انا يعني صارحه الساعه كم؟ الساعه 9 صارحه من البيت، لكن الحمد لله ان وصلنا بالسلامه. طبعا هذا حوض سباحه، هذه افلاي، هذا المطبخ بسم الله يعني تي الطبخه وتضبط عمركم امكان الشوي. وما شاء الله حسيت انه الاجواء عندكم بارده بالليل، اتوقع ابرد اكثر. ما شاء الله الحين بارده، هي بارده بارده الاجواء. جميع الاواني موجوده داخل الستور. يا سلام جميع الاواني. بنخدم خدمه وعنده كيرم. تفضل تفضل. وهذا الحين غرفه نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تميز بالاطلال على المحميه. بسم الله ما شاء الله يا سلام. هذا لي انا، انتم برا سمو، هذه غرفه لي انا بضبط فيها عمري واقعد هنا اشوف الغزلان. والله انك شغله مشتغل عليها شغل تبارك الرحمن، يعني تتخيل تقعد هنا تطمش وتشوف الغزلان. يا سلام، اذكروا الله قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يطرح البركه في رزق هذا الريال، الله يبارك لك في حلالك ورزقك، ارقي نفسك حصن نفسك، ترى الناس ما تتكخر والله العظيم. على فكره عين المعجب اشد من عين الحاقد. الحمد لله. فالواحد دائما نقول اذكروا الله، تقول تبارك الرحمن، باركوا للريال بحلاله، تعبان عليها الريال، فدخيلكم اذكروا الله. فهذه غرفه النوم. شوف خرافيه خرافيه. هذا هو كبت زين، هو كبت وفي نفس الوقت حمام، يعني باب للحمام. كبت وبنفس الوقت باب للحمام. ما شاء الله مضبط عمره. يا سلام هذا الحمام. شوف الفكره هذه اللي ما يبقى هذا، هذه ارضي عربي وعربي. على فكره انا اول مره يمر علي حمام كذا عربي ووفره مع بعض. كمل سكر عبد، سكر علي حرام، انا ما اريد اتم داخل. الله يبارك لك، الله يبارك لك. شفتوا هذه الغرفه الجميله؟ هذه بالها صوره، انا برد لها صبر وباخذ لها صوره احترافيه جميله، بس ما ودي اخرب التصوير. شو اخبار اخوي طارق؟ شو اخبارك؟ نكمل عاد بسم الله. عاد هنا ترى شلالات، انا قلت لي بند الشلالات، شوف الماء يجري، ان الصوت الماء كان طاغي على صوتي. اضاءه وليتات وحركات. يا سلام يا سلام. الحين عاد بدخلنا في المحمية. طبعا في قاعدة، شوفوا هنا في قاعدة استراحة وقاعدة هنا، قاعدات بكل مكان، سويمنج بول. هذي نقول بسم الله. شوف قاعد يتريع على الباب، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد. بسم الله بسم الله حبيبتي. على فكرة أنا خاتمي منقوش علي غزال تمام. بسم الله بسم الله حبيبي. شوف 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 الحركات. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله. اذكروا الله، اذكروا الله اسم الرحمن عليه وعلى حلاله. بسم الله بسم الله بسم الله تبارك الرحمن. حبيبتي بسم الله ما شاء الله بسم الله يا عمري.
هام شوفي شوفي شايفين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا حبنا الغزال بسم الله ما شاء الله أنا بعد حبيتك بسم الله ما شاء الله تحت تحت خلاص أمي خلاص يبون ننزل ليه شوف بسم الله ما شاء الله هذا اخوته ها موجودين بكل مكان صراحه خلاص هو ما يباك الحين هو يباني انا خلاص ايش حط يا عمري خلاص خلاص تعال وراي تبعني تبعني زين وما شاء الله هذا المكان شوفها في الارانب البريه هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا ما شاء الله ايش هذا تبارك الرحمن شوف الحياة جميلة البسيطة الحلوة ما شاء الله سمان خلاص وراي وراي خلاص انا بعد احبك تعب تعب اشلك وراي البيت خلاص يلا خلانا ناخذ جوله المهم عسبت اني ما ضيع التصوير هذا المحميه شوفوا وياي مسوي لي جو صراحه تشوفوا تشوفوا فبامكانكم تعيشوا هذه اللحظات الجميله باحضان هذه الطبيعه وهذا الغزلان والارانب تبارك الرحمن اذكروا الله اذكروا الله قعدوا بهذا الفيو وتستمتعوا بهذا المناظر ومثل ما سمعت السعر صراحه ولا شيء نحن ندفع الاف مؤلفه اي والله هذا السمر طبيعي ما شاء الله والحقي هذا تركيب ها مره موفر هو مره حياه فطريه موفر لهم كل شيء يعني ما يبغى ابوي قردن صاحبك الريال ما يبغى يخليني ايش في ايش في شفت المحبه من الله صدقتني اتوقع شايفين الاجواء الجميله بسم الله ما شاء الله والغزال ما راضي يخليني للامانه الغزال وقع في غرامي ولا لا في خرز طمع في خرز لا لا يحبني ولا ما يحبني على فكره بشكل عام يعني سلوكه جميل مثل ما قاعد يقول لكم ان هذا المخلوق وفي وفي, وفي يعني وفي لراعيه وايد فما شاء الله هذا الاستراحه وهذا المكان الجميل والغزلان ها شايفين وان شاء الله بعدين بشارككم ببعض مقتطفات عاد اقامتنا اليوم ان شاء الله بتكون بهذا الاستراحه لو حد حاب يحجز عندكم المكان يحجز من قلت يعني عندي انستغرام مكتوب محمي السلام الحياة في رقم معين يتواصل معاك يحجز خلاص انا بحط رقمك بحيث ان هذا في شيء ثاني معلومات تبى تفيد الناس فيها سويت حاجه رصت نوي تكون يعني اعطيهم بيئتهم بيئه اللي هو الرمل هذا يعني من بديه ما شاء الله وهذا الحجر من هذا الجهة. يعني خادم خدمه ما شاء الله عليك طيبين تيبر ما شاء الله انت كنت تخبرني عن هذا الحجر هذا تركيب ولا من اول ولا انت سويته ولا انا سويته من جبال جبال الحجر ما شاء الله من جبال الحجر طبعا اصحاب المحميات خذوا افكار من اخونا اسحاق بالاسمنت من بعد رشيت عليه بالرمل ما شاء الله يكون ما يبين علينا في اسمه اتوقع انت لك اختصاص في الحياه الفطريه صح اساس كذا عشان كذا عندك خبره وعارف كيف تحافظ على اساس انه ويش تعطيهم بيئه يعني بيئتهم
الحين الشخص لما يجي السائح يقول وينها انت الحين مسمي الحياه الفطريه وينها يعني محميه بعد محميه وينها وين فيها يعني ولا فيها مكان اللي هو تقول انت حياه فطريه اعطينا حجر عندك السمر عندك كله على فكره حقيقي طبيعي من الطبيعه هذا سويته بالدستر على فكره انت شوفه هو مسكين هذا وهذا وراي كانه ماسك طرحتي ويمشي وراي ايش هذا هذا وتقول لي هذا غرفه بالبرد يتبرد يعني تقدر يكون يضموا فيها يتدفوا فيها قصدك لفصل الشتاء هذا لحظه بفهمهم هذه الغرفه حق التدفئه لفصل الشتاء وطبعا هنا يقعدهم بالحر بالصيف يقعدون لكن عسبة البرد عندهم البرد قارص ميزتها اللي هو كأنه طين يعني نفس بيئة الأرضية شوف هذا بلستر بالاسمنت ورشيت عليه بالرمل الرمل نفسه ايه نفس هذا الرمل شوف أصبح كذا خلاص مسك فيه شوف ما شاء الله ما شاء الله صوت طير جميل عندك شايفين إبداعه حركاته ايه. أصحاب العزب أعطيكم أفكار ها الصدح اسمه نفس الديكور بهذا الشجار ما شاء الله عليك ما يبين الخلفيه هذه كلها افكارك ولا جايب لك مهندس لا لا بنفسي ما شاء الله لا خريطه لا مهندس لا شايفين ام العروس وراي ترى ام العروس بسم الله هذا عسبه الدفو يوم يحس بالبرد خلاص نزل حبيبي خلاني اطوف بسم الله ما طيعي خليني امشي بسم الله ما شاء الله هنا يدفوا ويناموا مسوي لهم كل شيء ما شاء الله مرتب لهم ترتيب حلو صراحه انتوا شايفين مو قدي اصلا انا قاعده اتمشي مع الغزلان فصراحة ترتيب طيب ومكان جميل لعشاق هذه الأماكن ومثل هذه الأجواء أنصحكم صراحة فيها شيء جميل بحط لكم بعد حساب أخونا إسحاق ورقمه اللي حابيه خاصة ما شاء الله وايدين يحبوا يرجعوا للطبيعة خاصة تجيبوا عيالكم والعائلة تقعدوا هنا العيال يلعبوا ويشوفوا هذا الحيوان يعني يتخلصوا من الحياة المولات والدراسة الإلكترونيات يجوا كذا بالطبيعة مع الحياة يعني مع أم العروس اللي ما راضية تهدني اللي يتعنى ما خسران هي اللي يتعنى ما خسران والله العظيم على فكرة أنا من جيت شفت هذا راح تعبي كله اللي يجي معي شوف الدخول الساعة 11 الصباح والخروج يوم الثاني الساعة 9 يتأخروا الساعة 9 ونص الساعة 10 ليش تأخرتوا ما حبي يطلع من مكان سبحان الله بالعكس ما المكان جميل للأمانة وراحة نفسية راحة نفسية يعني خاصة أنت يعني في أحضان الطبيعة عندك الحيوانات عندك كل الأشياء اللي موجودة في المكان أهم شيء يكون بين يديك يا ريال أقول أم العروس يا ستحط مثل وراي مثل شلة الطرحة مال العروس اي والله الناس تروح تدفع فلوس عسب تتصور هذا حولكم هاي تمشي خلاص نزل خلاص شوف شو سوى فيني على فكره هذا كله تفال وزراع ولزق فيني شوفوا شو سوى فيني ها المهم انه هو يستانس يلا تعال تعال شل الطرحه ابوي شل الطرحه بسم الله ما شاء الله وراي ها هذا شوف هذا وهذا الحصى بعد جايب منها من وين حصى من برا من وين؟ برا ما شفت انه وين جايب شيول وعافز منه شيول جايب منه لا على فكره صراحه تعبان عليهم ومثل ما قلت لكم الرجال عنده علوم عن الطبيعه والحياه الفطريه على اساس كذا هو وموفر بيئه متكامله لهذا الحيوانات ما بيحب يكون تحت اشوفه ياسر راكض على فكره احنا نتكلم وهو قاعد يراكض يعني كله من الطبيعه نفسه يعني ما في شيء صناعي شوف اللي حلو الارنب البري يعني مشوي صالونه لا 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 بري لا لا شو منضبطه بنسوي صالونه لا لا والله ما يهون علي والله ما يهون علي شوف الارنب البري يتميز انه يعني مش ماكو يراكض شوف يتميز انه ما يحفر سبحان يتميز ما يحفر ما نفس الارنب العاديه بس شوف مسوي لهم هذاك عادي تولد هنا تولد بشعره ويمشي على طول سبحان الله ما نفس الارنب الثانيه يولد يا واحد يا اثنين بس سبحان بس الله بس واحد واثنين يولد هو عادي خاص يمشي وراي بشعره ما جلده اي نعم ما يحفر رب العالمين لكل شيء له حكمة يعني رب العالمين مهما قلنا سبحان الله يعني نحن مقصر يعني كل يوم نكتشف إبداع الخالق وعظمة الخالق في خلقه سبحان يعني سبحانه إن اللي في خلقه شؤون يعني سبحان الله شديد جماله وراحة نفسية مرة نشبة يهود أقول لك أم العروس وراك أم العروس نهي يلا 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 القطة العشوي هذا طير ما شاء الله وش تسموه؟ القطة العشوي
شو اسمه؟ القطع العشوي. القطع؟ العشوي. العشوي. هذا يطلع بالليل. بس طالع اليوم بنهار. اي الحين انت ضبيتي انت. ما شاء الله طالع يسلم علي، شوف كيف فيهم ولاء ووفاء، بيسلموا علي يويهوني، جاي لهم من بعيد من اخر الدنيا. اتوقع اليوم المتابعين كلهم بيستانسوا على هذه التغطيه الجميله، لانهم يحبوا هذه الامور، يحبوا الطبيعه، يحبوا ال... يحب الحياه الفطريه. في 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 البطرانين. راح انت تقول منو في حد ما يحب عيال همبرجر والكورن فليكس والاندومي؟ هذا لك يبو التلفزيون، يبو المولات، يبو السينمات، يبو المكيفات. ما شاء الله شفتوا شفتوا كيف. فحاولوا تجيبوا عيالكم لهذه الأماكن، لنفس هذه الأماكن. تماتيك اللي هو الماي. هي. ما يحتاج يطلع وينزل. عاد أنا أخوي إسحاق، أنا بالناس تستفيد منك واستفادت منك وطريقة تصميمك، أتوقع نص البلاد الحين بتسوي نفس التصميم. والله هذا الشيء. المشكلة والله. تعرف يعني هو جميل إن الواحد يسوي نفس هذه المشاريع، لكن الغلط التقليد الأعمى، إن كل واحد يسوي نفس. بالعكس جميل إن الواحد يبدع ويزيد ويضيف. يعني مثلا الحين أنت نفس ما سويت هذه فكرة أول مرة أشوف إنه محمية لشيء معين، مش إنها لكل شيء بتاع كله أو شيء. يعني الواحد يقعد ويستمتع بشيء معين. واللي حلو، واللي حلو فيه إنه وش؟ ها وش؟ اللي حلو. على فكرة حلوة رمستك. يعني نفس لهجتنا احنا، مقاربه للهجتنا. اللي حلو فيه انه ويش هذا المكان يكون ما مكرر، نفس استراحات، استراحات مكرره، اكثر استراحات مكرره. عندك غرفه، مجلس، حوض، بس العاب. ميز بشيء، يعني حبيت تميز بهذا الشيء، والحمد لله تميز، والحجز ما يوقف ابدا. الحمد لله، الله يبارك لك. الحجز ما يوقف. على فكره الريال ما محتاج دعايه ولا محتاج بطيخ. لا الحمد انا لله. قاعده من نفسي اشارككم عسبت انا ابغى المتابعين يستفيدوا ويشوفوا ان في اماكن جميله بامكان. على فكره انا دائما يسالون وين نقدر نحن نطلع كعائله، نودي عيالنا مع الطبيعه. هي ترى انا اساسك انا قاعده اصور هذا، بالعكس عسبت بالناس تستفيد، خاصه العوائل اللي دائما تحب تطلع عيالها للطبيعه. وعلى فكره سعره الاستراحه ببلاش، يعني بالنسبه لنا نحن ببلاش. انا مقهن استرخاء. الله يسعدك والله يرزق من حيث لا تحتسب. لا يارب. بس ما شرط ان الشخص يجي يسترخي. لا اخوي اسحاق، انا شفت حركه جميله، اباك تفيد اخواني اللي عندهم عزف. شو اللي مسوينه انت كون عندك خبره في الحياه الفطريه؟ هذا اول شيء اخذ ما يشوه المكان، خبيته خبر حقه هذا. اوكي يعني يكون هنا ما يشوف هذا. اوكي ثاني حاجه اذا سويت هذا هنا بينشح مكان كامل، هذا يتوزخ المكان. سويت هالطريقة، شوف القط ما فايز. ياكل ليبة من هالمكان والمكان. سبحان الله كأنه هو في الطبيعة نفسه. ياخذ قياسه من الأكل. حلو الدعثر هنا يطيح. التنظيف يكون سهل. أصحاب العزب لا تقولوا ما ياس أعطيكم أنا أعطيكم تيبس. أساس إنه يكون الغزال نظيف وأنا أكون محافظ على نظافته. عندك هذا لازم تحط له هذا ملح، بس ملح في كالسيوم. تغدى شيء بدل الحجر. شوف نظافة الغزال، شوف الله يكرمك. هنا بعرة ما ينشح في كل مكان، لا هنا مكان. وهنا مكان واحد ما ينشح به في مكان. هذا جانب جميل من هذه المحمية والاستراحة الأكثر من رائعة صراحة. الهدوء، الحياة الفطرية، الغزلان. أتوقع المكان كان يستحق العناء والوصول. عاد باخذكم الحين في المجلس. بسم الله، نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مكان يسوي عزيمه لأربعين شخص تبارك الرحمن. ما يباله غرف ولا شيء، يبدا واشكنا ونفترش هنا ولا بعد. شوف الفيو صراحه اخوي اسحاق فنان انت صراحه. والله حلوه اخوي طارق، هو من وين جايب هذه الافكار؟ خليك عزابي عزابي عزابي. لا لا من وين جايب هالافكار؟ انسان بيئي، فعشان كذا اللي يحب الطبيعه ويحب الغزلان لازم يجيه الالهام من الطبيعه. سبحان الله، يعني شوف كيف الترتيب و يعني حتى القعده هنا بالمكيف وتابع الغزلان ما شاء الله. عاد للعلم ترى انا اخونا اسحاق مبدع بالتصوير، فهو ياس يعلمني يقول لي رحاب سووا كذا وسووا كذا. صبروا الحين بطبق الطريقه اللي علمني ليها، براويكم فيو بعدسه اخونا اسحاق. تعال اخوي اسحاق انت صور. اي بعطي الكاميرا الحين بيبدع لنا بالتصوير، اباك تتفنن. ها
هو عنده هذا الوقت يطلع الغسلان برا. ما أدري بيبغى غسلان الحين طالع ورا تعبه وش غسلان برا ويد تمشي. ما شاء الله صراحة رجال مجتهد ومرتب المكان ترتيب يرد الروح صراحة. صراحة أنا خطيت أفكار خلاص أنا بروح لبلادي بسوي لي محمية غسلان أنا بعد. داخل البيت الحين بطلعهم داخل ويتمشوا كده. بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله اسم الرحمن. بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله اقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله المكان القديم معدن حاطين بنتين اذا طلع من هذا. بسم الله ما شاء الله حتى البيت صراحة يرد الروح صراحة. بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله يا جماعة الخير. بسم الله هذا على ما يلعب. بسم الله هذا على الله يحفظ الله يحفظ. تعال الحين بطلع بابا وما بيشرد عنك. لا لا ما يشرد. نفس نظام الهوش تبي تشوف اذا كيف يتبعوا راعيهم. تعال تعال تبي تتمشي وحليلها. مكان بروحه شرح هنا. تتبع راعيها. هذيك تتمشي ما شاء الله. شكلها خيفانة مني. بسم الله خيفانة مني. احنا بالنسبة لهم وحوش. ما اخوي طارق يمكن خيفانين منه. ما ليفين. الله يبارك الرجال صراحة ريان مبدع صراحة. صراحة اشكرك على اختيارك. نتمنى الناس تحذو هالحذو يعني بالعكس شيء جميل انه يحافظ. بسم الله ما شاء الله. روح ما لحقنا علي. الحين كيف لو تباها ترجع؟ بروحها تندل البيت. ما شاء الله شي 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 بعد تترقص. بسم الله ما شاء الله تتراقص. بارك للرجال بحلاله. وحده هنا وحده هنا. الدمانيات هذه غسلان الدمانيات. حافظ عليهم يا رب. الله يحفظهم ويبارك فيهم. بسم الرحمن نذكر الله عليهم. هذا مثل عيالهم ربنهم. بعد حاسه على مثل خوف. خيفانه هي. شوفوا ذيلها قاعد يتحرك. هي متوتره وخيفانه. شايفين الذيل؟ سبحان الله ما مطمنه خيفانه. سبحان الله سلوك الحيوانات. دور راعيها دور راعيها. هي اسد دور عليك اخوي اسحاق. انا لا قاعد اصور بالزوم. هي خيفانه منه. قولوا بسم الله ما شاء الله. انا ما كان ودي اصور لكن هو اخونا اسحاق قال صور وخلى الناس تشوف. شوف كيف. بسم الله ترضع. بسم الله ما شاء الله. مع اني انا ما كنت بصور الناس ما تقول خير والله. بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله اذكروا الله. هذا عمره 5 ايام. ما شاء الله. بعد 5 ايام طلع انا امه خلاص اتعلمه تبي دربه يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
شوف أنا قاعدة، شوف الأجواء. شوفوا الأرانب كلهم طلعوا. بسم الله ما شاء الله، تبغانا اسوي لها مساج، تبغانا همز لها عراسه، شكلها مصدعه الفقيره. بسم الله ما شاء الله وحليله انا. بسم الله ما شاء الله، تبغانا امسح لها عراسه مره. تخدرت أوب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 و
تبارك الرحمن. ما شاء الله انت جميلة. بسم الله. شفتوني همز يا عمري انا مرة مكيفة الحبيبة. يا سلام يا سلام. سلم سلم حبيبتي يا الله. ما شاء الله ما شاء الله.